الهاتف اللواء ابو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخليه لحقوق الانسان. سياده اللواء، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. طبعا بنبعت لحضرتك تعازينا فيما يخص شهداء سيناء اللي في الحادث الارهابي اللي وقع خلال الساعات الماضيه. يعني ربنا يتغمدهم برحمته ونحتسبهم شهداء عند الله ويعوضنا خير منهم ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. سيادة اللواء، بنتكلم النهاردة عن تجربة الشرطة النسائية واللي ظهرت خلال الفترة الماضية، يمكن تزامنا أو حتى بعد ظهور قطاع متخصص في وزارة الداخلية لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة. ما يخص هذه التجربة؟ يعني متى أو من صاحب فكرة إنشائها أو ما الهدف من إنشائها بالأساس؟ هو يعني في إطار الاهتمام بحقوق المرأة، السيد محمد إبراهيم أصدر قرار وزاري في شهر مارس 2013 بإنشاء إدارة بمسمى إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة. كان هدف هذه الإدارة هو عملية متابعة كل ما يقع من وقائع عنف ضد المرأة واتخاذ اللازم حيالها، سواء كان من الناحية النفسية أو الناحية المجتمعية. الإدارة دي تم إلحاق عدد من الضابطات بيها علشان يبقى هناك سهولة في التعامل وعدم وجود اي حرك في التواصل مع الضحايا، وان هم يبقى في حريه في الحديث عن الوقائع اللي بيتعرضوا ليها. وايضا بجانب الضابطات هناك ضابطات طبيبات نفسيات. الهدف الرئيسي اللي هو كان المشاركه في حملات التوعيه، المشاركه مع المجلس القومي للمراه في المؤتمرات والندوات اللي بيعقدها عشان تغيير ثقافه عدم الابلاغ عن الوقائع. ايضا توعيه المراه بحقوقها، ايضا تقديم النصح والارشاد في حاله طلب اي معلومات تتعلق بالمراه. هذه التجربه كانت تجربه حقيقي رائده، وفيما بعد نظرا لما شاهدناه من جرائم متعدده بترتكب في حق المراه والفتيات، فحصل تطوير لهذه الفكره، واصدر السيد محمد ابراهيم ايضا قرارا وزاريا اخر بإنشاء أقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة في كافة مديريات الأمن. هذه الأقسام مرحق بها عناصر نسائية، وهي قوة خاصة بتتبع السيد مساعد مدير الأمن للأمن العام في المديرية. هذه الأقسام مسؤوليتها أن هي تتواجد في أماكن التجمعات، في المواصلات العامة، في الأندية الرياضية أثناء المباريات، أيضا تتواجد في المناسبات والأعياد القومية، ايضا تتصدى لاي جرائم عنف ممكن ان ترتكب او يعني مساس بالمراه او الفتاه. ايضا يتواصلوا مع قطاع حقوق الانسان تحديدا، نعم، اداره متابعة جرائم العنف ضد المراه للتنسيق بشان تقديم الدعم اللازم. وايضا يشاركوا مع اقسام وادارات مكافحه جرائم الاداب العامه في المديريات علشان يعملوا حملات مكبره. هذه القوة يعني ظهر دورها بوضوح وجلاء في عيد الأضحى المبارك، تواجدوا في الشارع بكثافة. هذا الأمر أدى إلى تراجع العنف ضد المرأة بنسبة كبيرة جدا. تمام. أيضا تواجدوا مع بداية العام الدراسي أمام المدارس، مدارس البنات، علشان يمنعوا أي تعرض لبناتنا. كل هذه التجارب كانت محل تقدير واستحسان من السادة المواطنين. نعم. طيب سيادة اللواء، يعني دلوقتي عملنا ملخص لدور الشرطة النسائية فيما يخص التعامل مع المواطنين. هل تعامل الشرطة النسائية فقط قاصر على التعامل مع الفتيات، ولا يعني في الشارع المصري بيبقى طبعا الفتيات لو تعرضنا للمضايقات بيكون من خلال الذكور، فكيفية تعامل الشرطة النسائية أو الضابطات مع المواطنين من الذكور؟ يعني هل حصل مضايقات أو هل اشتكينا يعني من أي سخافات حصلت؟ هو احنا عايزين نقول ان الشرطة النسائية دي لا تعمل في الشارع بمفردها، نعم، ولكن زي ما قلت ان هي قوة خاصة مستقلة مكونة من عناصر نسائية وايضا من رجال الشرطة، وبيعملوا تحت قيادة امنية. لما بينزلوا بيبقى فريق عمل وقوة يعني مخصصة للتصدي لهذا النوع من الجرائم، انما هم ما بينزلوش لوحدهم علشان برضك لو حصل حصل اي تعدي عليهم يبقى هناك القوه الاخرى التي تتصدى لاي محاولات تعدي. ولكن برضو مش حابين ان يوصل للناس انطباع ان الشرطه النسائيه بتبقى محتاجه لوجود شرطه رجاليه تحميها الى جانب حمايه الشارع، ولا ايه؟ لا لا، يعني هي مش كده بالظبط. لا، اللي انا عايز اقول عليه، انا لما بنزل
في تجمعات، يعني انا هنزل ضابطه ولا ضابطتين، ولا المفروض انزل قوه الضابطه، يعني الضابطات بتتصدى بتحمل المجنى عليها بتسحبها من الموقف اللي هي الحرج اللي هي بتبقى فيه، وده افضل. والقوى الاخرى بتتصدى بقى للشباب او للاشخاص اللي هم بيتعرضوا او بيمارسوا عنف ضد الفتيات او السيدات. نعم. طيب يعني هل يتم اعطائهن جميع الصلاحيات المعطاه للضباط من الرجال بنفس القدره على التعامل مع اي مواقف في الشارع؟ هي يعني وان كانت انثى لانها ضابط. نعم. معاها صفه الضبطيه القضائيه، وهي سلطة إنفاذ القانون. نعم، فبالتالي بتتعامل كضابط شرطة لا يهم ذكر طبعاً. أم أنثى. بالضبط كده، بالضبط. نعم. وتجربة الشرطة النسائية موجودة في وزارة الداخلية منذ أكثر من 25 سنة، ولكن كانوا بيعملوا في مجالات أخرى لم يعملوا من قبل في مجالات مواجهة العنف أو التصدي للعنف ضد المرأة. نعم. إلا منذ عام 2013، منتصف عام 2013، وهي تجربة رائدة وتجربة ناجحة، وسوف يتم يعني إن شاء الله بإذن الله تفعيلها بقوة، حتى يكون هناك تواجد مكثف في الشارع لهذه القوات، حتى يتم توفير الحماية اللازمة للسيدات والفتيات. يعني معنى وجودهم من فترة طويلة ان هم درسنا ما درسه الضباط من الذكور بنفس الشكل خلال الفترة الماضية في كليات الشرطة. طبعا طبعا. نعم. احنا عندنا في وزارة الداخلية 5 ضابطات برتبة. نعم. اللواء. برتبة اللواء. نعم. ايوه. ويعني احد هذه القيادات هم اللي بيقودوا فكرة الشرطة النسائية ام بيتم القيادة من خلال الجانب الذكري؟ لا، هم بيعملوا في مواقع اخرى. ولكن يعني رئاسة هذه الاقسام. نعم. لضباط. نعم. واذا يعني اقتضى الامر وكانت الرتبه من النساء تسمح بقياده هذه المجموعه، سوف يتم اسناد القياده ليكم. نعم. طيب سياده اللواء، يعني اعذرني بحاول اتوصل لاكثر عدد ممكن من المعلومات فيما يخص الشرطه النسائيه علشان برضو نوضح للناس. يعني خلاص علمنا ان هم معاهم نفس الضبطيه القضائيه ونفس الصلاحيات المعطاه لضابط الشرطه من الرجال، وده اللي كان متعود عليه المواطن المصري. طيب هل تعامل المواطن المصري مع او استقبل هذه الانباء او ظهور الضابطات في الشارع المصري بشكل يعني واجب بشكل واضح في الشارع، ولا حصل اي مشاكل في استقبال هذه الفكره؟ لا، بالعكس. يعني هذه التجربه وهذه الفكره يعني لاقت استحسان المواطنين المحترمين الشرفاء، وخاصة الفتيات والسيدات. نعم. وأضفى هذا الأمر مزيد من الطمأنينة والإحساس بالأمن عليهم. نعم. توسيع دورهم بمعنى إيه الفترة اللي جاية؟ يعني ممكن يكون في أي مكان مش بس في الأعياد أو في المناسبات؟ زيادة الأعداد، يعني تنظيم دوريات في أماكن أكثر، المرور الدائم، التواجد بصفة مستمرة في الشارع، تزودهم بمزيد من السيارات وسائل الانتقال السريعة، ده المقصود. يعني يحملنا السلاح أيضا؟ السلاح يحمله الضباط. طيب وليه يعني ما بيتمش تزويد السلاح؟ يعني هي طبيعة عملها ان هي لن تضطر الى استخدام السلاح، خاصة في وجود زي ما قلت قوة اخرى ترافق الشرطة النسائية مزودة بالأسلحة. ولكنهن متدربات على التعامل مع الأسلحة. نعم. هم يعني يتلقوا التدريب الذي يتلقاه ضباط الشرطة تماما. نعم. لأن هم خريجات كلية الشرطة. نعم. تمام. سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر على الإطالة على حضرتك، نورتنا من خلال رأيك بصوتك. يمكن حاولنا نفهم يعني إيه الشرطة النسائية أو مدى تطورها في الفترة المقبلة، ومدى كمان تقبل الشارع المصري لهذه الفكرة اللي بيصفها سيادة اللواء بأنها تجربة رائدة. خلينا نقول لكم ونستنى تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك، أنتوا خلال وجودكم في الشارع المصري خلال الفترة الماضية وتحديدا مع عيد الأضحى المبارك أو في المناسبات اللي تلت عيد الأضحى وأبرزها مباراة مصر مع بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا، كيفية التعامل مع هذه الظاهرة أو مع هذه الفكرة أو هذه التجربة من الشرطة النسائية، مدى تقبلكم ليها أو مدى حتى مشاهدتكم لو لاحظتوا أي تعامل من جانب الضابطات أو من جانب المواطن مع هذه التجربة، ابعتونا على صفحتنا على فيسبوك رأيك بصوتك.
او كمان من خلال صفحتنا على تويتر النهار اليوم، ورايك بصوتك، ومن خلال ايضا ارقام التليفونات المختلفة. نزلنا الشارع وسألنا الناس على رأيهم في التجربة، تجربة الشرطة النسائية، نشوف مدى تقبلها.